بسم الله الرحمن الرحيم. تأملت الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر بلا بقاء، وتتركنا كأن لم نمض فيها سنينا ثم نوقف للقضاء. بربك هل لقلب إذ يعاني ذنوبا قد يتوق إلى اللقاء، تداركها بتوب من قريب إلى الغفار من قبل الفناء. مرحب بكل مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فرصة. النهاردة هنتكلم عن الاستغفار، ان الاستغفار امان لاهل الارض، وازاي ربنا يوفقنا ونعرف نستغفر بعد ما نقع ونرجع، ودي سنه الحياه وربنا اكد لنا على ده وقال لنا ان احنا هنقع كتير بس لازم نرجع ونستغفر. انا بينورني النهارده الشيخ احمد صباغ من علماء الازهر الشريف، وهنتكلم معاه عن الموضوع الجميل. اهلا بك شيخ احمد. مصطفى وحشتني كتير. الله يكرمك. الله يرضى عليك. منورنا من جديد. الله يحفظك. صلى على الحبيب. قلبك طيب. صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى هنتكلم عن الاستغفار. نعم. احنا طول الوقت محتاجين الاستغفار. نعم. ومحتاجين ان احنا نرجع بعد الوقوع، لان وقوعنا متكرر وعلى طول. احنا كل يوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده كتير. نعم. وحسنا على ده، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم اكتر من 70 مره. نعم. حسنا على الكلام ده كتير. نعم. نقول النهارده عن الاستغفار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ودائما صلي على الحبيب. قلبك طيب. صلى الله عليه. ومرحبا بكم في برنامج فرصة. فرصة وفرصة بقى ان احنا نتكلم النهارده عن الاستغفار أمانه أهل الأرض. نعم. نقولها تاني، الاستغفار أمان أهل الأرض. يعني إيه أمان أهل الأرض؟ لما قرأ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى ربنا نفى العذاب عن أهل الأرض بشرطين. الشرط الأول وجود سيدنا النبي بينهم، صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الاستغفار. نقول الآية تاني مصطفى كده، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فيهم اثنين، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يستغفرون. الله يفتح على حضرتك. يعني هنا هم دول الشرطين. سيدنا ابن عباس بقى الكلمة حلوة قوي. قال إيه؟ عشان كده احنا قلنا الاستغفار أمان أهل الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنه، إن الله تعالى أعطى لأهل الأرض أمانين من عذابه. إدالهم إيه؟ أمانين. أمانين من عذابه. وقد ذهب الأمان الأول بلحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. الأمان الأول خلاص. راح. طيب، فدونكم الأمان الثاني فتمسكوا به، ألا وهو الاستغفار. ولذلك قلنا الاستغفار أمان أهل الأرض. وعايز أقول لحضرتك يا فندم، الاستغفار يفتح الأبواب المغلقة. الاستغفار يصلح الأقفال التي قد صدأت. الاستغفار يغفر الذنوب. الاستغفار يزيد الأرزاق. الاستغفار سبب في الذرية الصالحة. الاستغفار سبب في زيادة الرزق. حد بيسمعنا شيخ أحمد دلوقتي يقول لك، طب ما أنا لو ما عملتش ذنب، وأنا مثلا عادي، أنا ما عملتش حاجة، بص يا فندم ليه؟ هناك بص، الإنسان يحتاج إلى الاستغفار حتى فيما بينه وبين نفسه، لأن أنت لو ما عملتش غلط، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بص بص، حتى الوسواس. فشوف بقى سيدنا الحسن البصري كان قاعد كده. اسمعوا يا جماعة، عشان النهاردة الموضوع مهم جدا، موضوع الاستغفار ده. قاعد مع الطلبة بتوعه، فدخل واحد قال له ذنوبي كثيرة وأريد أن يغفر الله لي. قال له إلزم الاستغفار. إلزم الاستغفار. الاستغفار. واحد تاني دخل، يا إمام، قال له نعم. قال له أمسكت عندنا السماء فلم تمطر، هنموت، محتاجين مية. قال له إلزم الاستغفار. نفس الإجابة. واحد تالت دخل، أجدبت الأرض عندنا فلم تنبت، مش لاقيين ناكل، الناس هتموت. قال له إلزم الاستغفار. نعم. الله. واحد بعد كده، نريد الذرية الصالحة، نفسي في ولد أو بنت. قال له عليك بالاستغفار. واحد تاني قال له أريد دخول الجنة. قال له عليك بالاستغفار. فالناس اللي قاعدين، الطلبة، نفس السؤال اللي جه في راس حضرتك دلوقتي، اللي هو إيه؟ السؤال واحد والإجابة، السؤال مختلف والإجابة واحدة. المرض متعدد والدواء واحد. واحد. فقال لهم أين أنتم من قول الله تعالى على لسان سيدنا نوح في سورة نوح. شوف بقى،
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أدي مغفرة الذنوب. يرسل السماء عليكم مدرارا. أدي المية بتاعت المطر. ويمددكم بأموال. أدي الرزق. وبنين. أدي الذرية. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعايز أقول لحضرتك أنت حضرتك بدأت بداية موفقة ما شاء الله. بتقول إيه؟ هو أنا كل ما يعني كل ما استغفر هرجع. ما لازم ترجع. صحيح يقول لي انا نفسي استغفر واتوب وما ارجعش. مستحيل. واحنا بنقع على طول يا شيخ. ايوه كل يوم وكل وقت على طول. إيه كل بني ادم مش مخطئ ولا خاطئ. ها ده خطاء. خطاء صيغه مبالغه على وزن فعال. اهل اللغه يقول لك صيغه مبالغه تدل على التكرار. خطاء. وخير الخطائين مش التائبون التوابون. يعني عمال شغال كثير التوبة. الخطا وفي نفس الوقت كثير التوبه. كثير التوبه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل جدا جدا صححه العلامه احمد شاكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا الله 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 وتستغفروا لو لم ركز مصطفى عليه التهديد مصطفى لو لم تذنبوا وتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب الله بكم ولا أتى بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون وإلا فأين تذهب رحمة ربكم. هنا بقى بيجي السؤال يا شيخ أحمد. طب أنا لما برجع وبستغفر وارجع أعمل الذنب تاني طبيعي. في ناس بيجي في دماغي يقول لك طب ما ده ممكن يكون استهتار مثلا بقدر ربنا سبحانه وتعالى. استهتار امتى بقى يا فندم؟ لو أنا وأنا بتوب ناوي إن أنا أرجع. يعني وانا بتوب كده استغفر الله العظيم وبكره نعمل بس مشكله هرجع تاني للذنب. انما لو انا اتكعبلت اتشنكلت وقعت عصرت في رجلي وقعت تاني في الذنب خلاص. المهم ما يبقاش عن عمد وعن قصد. هتبقى التوبه اللي هي التوبه النصوحه. ايوه بالظبط. وبعد كده لو انا وقعت دي كده خلاص دي غصب عني بقى. غصب عنك بس احنا هنوصي الناس يا فندم حاجه مهمه جدا. حضرتك قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في يومه 70 مره اكثر من 70 مره. لا ده الحديث قال في المجلس الواحد. في المجلس الواحد سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه في المجلس الواحد عند البخاري 70 مره وعند مسلم اكثر من 100 مره في القعده الواحده. في القعده الواحده. في القعده الواحده. بس في عندنا بيبقى في ايه حد كده ايه كبير او العمده. عارف العمده او الزعيم اهو بقى ادعيه الاستغفار لهم عمده لهم كبير لهم مدير. سيدنا النبي سماه ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. زي فلان سيد قومه اللي هو اكبر حاجه بقى. اكبر حاجه ده الباشا بقى بتاع الاستغفار ده. مين سيد الاستغفار يا فندم؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت ها خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ده سيد الاستغفار اسمه العمده. انا عايز اركز على كلمه سيد. ده الباشا بتاعهم. هو برضه شيخ احمد حتى في ده في نقطه بقى مهمه هنقولها دي كمان بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بسيد الاستغفار ده صباحا ومساء. وانت بتنام تقوله ولما تصبح الصبح تقوله. لانه هو رسول بيجمع الله بيجمع الاستغفار كله. لا ده في بقى جايزه حلوه قوي للدعاء ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاله حين يصبح الصبح كده فمات قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. ومن قاله حين يمسي بالليل فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. طب ما فيش اجمل من كده. بس خلاص عايز اكتر من كده. خلصنا هتخش الجنه. بس الموضوع خلص. جميل وسهل. نقوله تاني كده. اللهم انت ربي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الله الله اللهم امين يا رب. اللهم امين. ربنا اسمه ايه بقى ده يا استاذ؟ ربنا يغفر لنا. ده اسمه سيد الاستغفار. اللي يقوله بالليل ضمن الجنه. واللي يقول الصبح ضمن الجنه. ضمن الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. طب في حاجه بقى بتيجي في دماغي كده يا شيخ احمد. ليه احنا بنستغفر بعد الصلاه؟ يعني احنا مثلا اول ما بنخول الصلاه. الله ده لسه اقول لك. يعني ده روعه. سؤال روعه. استغفر ثلاث مرات. استغفر الله العظيم. انت كلها بقت روعه بقى. الله يكرمك. من الصبح خيط المحترم يعني. مش مجامله حقيقه والله. لا احنا نجاوب على السؤال ده بعد الفصل ان شاء الله. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا الجميل مع الشيخ احمد الصباغ. نتكلم النهارده عن الاستغفار. ربنا يجعلنا دايما من المستغفرين ويجعلنا دايما نقع ونرجع على طول. فاصل ونواصل.